لأول مرة منذ 24 عاماً يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في زيارة نادرة لإحدى الدول الأكثر انعزالاً في العالم التي يتهمها الغرب بتزويد موسكو بالذخيرة لمواصلة هجومها على أوكرانيا. زيارة بوتين إلى كوريا الشمالية تأتي بعد أيام من إعلان الغرب نيته استغلال أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا وزيادة الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا بشكل غير مسبوق. قلق، مخاوف، وترقب، هذه هي الحالة التي تسيطر على الغرب والولايات المتحدة عقب الإعلان عن الزيارة. فبعد انتهاء بوتين من زيارته لكوريا الشمالية يتوجه إلى فيتنام، وهي دولة شريكة أخرى لروسيا منذ الحقبة السوفيتية، ما يطرح تساؤلات عن دلالة توقيت الزيارة في ظل مخاوف غربية من تحالف عسكري يحسم به بوتين الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. اتهامات كثيرة وجهها الغرب لبيونغ يانغ حول دعمها لموسكو بالذخائر والأسلحة المستخدمة في الحرب على أوكرانيا، بعد تصريحات ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو، والذي أعلن فيها إجراء الحلف محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين. كيم هونغ كيون نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي حذر من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية والتي قد توطد العلاقات العسكرية بين البلدين، معتبراً تلك الخطوة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسرعان ما اتفقت الخارجية الكورية الجنوبية والأمريكية على الرد بحزم من خلال التعاون الوثيق على استفزازات كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية وعلى الأفعال التي تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.